إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تكلمنا فيما مضى عن الأصول العامة للتخلية من الذنوب، وذكرنا أن التوبة والدعاء والمجاهدة أصول عامة لا بد منها للتخلص من كل ذنب، ثم يكون بعد ذلك لكل ذنب منهج خاص يتبعه الإنسان في التخلية من الذنوب. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ في الكلام عن عملية التحلية، لأن في الحقيقة إن تزكية النفوس كما تكون بفعل الطاعات تكون كذلك بترك المحرمات، ولذلك قالوا إن هي تخلية وإيه؟ وتحلية. والأصل الأصيل الذي تزكو به القلوب والنفوس هو التوحيد والإيمان، بل كل خلل يأتي على العبد إنما هو لوجود الخلل في إيمانه أو القصور في توحيده. قال الإمام ابن القيم: من أراد علو بنيانه فعليه بإتقان أساسه وإحكامه. البنيان بنيان الإيمان، من أراد علو بنيان الإيمان بالأعمال الصالحة والكلم الطيب والسلوك المستقيم، من أراد علو هذا البنيان فعليه بإتقان أساسه وإحكامه. والأساس هو الإيمان والعمل الصالح، كما قال الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. إذن الأساس هو الإيمان، فمثل الإيمان في القلب كمثل الشجرة الطيبة التي لا تزال تؤتي ثمارها من العمل الصالح والكلم الطيب. وهذا هو المعني بقول الله عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، كلمة التوحيد، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فهذا أعلى ما يكون من الشجرة، أن يكون أصلها في الأرض وفرعها في السماء. فالأصل الذي تزكو به النفوس هو التوحيد والإيمان، ولا سبيل إلى التغيير من غير تعلم الإيمان والعقيدة والتوحيد. فهذا هو الأصل الذي ينبني عليه صلاح الفرد والأسرة والمجتمع بل والدول. لا بد من الرجوع إلى هذا الأصل الأصيل. بل روى ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال في قول الله عز وجل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، قال: هو قول لا إله إلا الله. أهل العلم منهم من يفسر الزكاة هنا بتزكية النفوس بالإيمان والتوحيد، ومنهم من يفسرها بالزكاة وهي الصدقة على ظاهرها. فالأصل أن الإيمان بالله تبارك وتعالى هو الذي تزكو به النفوس. الإيمان بالله تبارك وتعالى هو الأصل الذي تزكو به النفوس، نفوس الأفراد، نفوس الأسر والمجتمعات. ولذلك لما أراد ربنا تبارك وتعالى أن يبعث موسى عليه السلام إلى فرعون ليدعوه إلى الإسلام، فقال له إيه؟ فقل هل لك إلى أن
تزكى؟ هل لك إلى أن تزكى؟ مستحيل أن يكون يدعوه في البداية إلى التزكية بالأعمال الصالحة، وكافر لا يقبل منه أصلا عمل صالح. يبقى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك بعد ذلك بقى بعدما تدخل في الإسلام إلى ربك فتخشى. يبقى هنا تزكى معناها إيه؟ معناها توحيد الله عز وجل والإيمان برسله وباليوم الآخر. وللنبي صلى الله عليه وسلم حديث واضح جدا في بيان أثر التوحيد في تزكية النفوس وفتح مغاليقها. يعني أمر النفس ده أمر عسير، وأمر القلوب إن كل مغاليق النفس تنفتح، هذا أمر عسير لا يكون إلا بيد الله عز وجل. بل إن النفس مع الإيمان كقطع الحديد المتناثر مع الملقاط، لا يجمع شتات النفس إلا التوحيد والإيمان، ولا يذهب وحشتها إلا اليقين في الله عز وجل والأنس به تبارك وتعالى. فعن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هذه آية في كتاب الله، في سورة إيه؟ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. أيوة سمعت أن أنتم قلتوا الأحزاب. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: هذه صفة رسول الله في التوراة. الكلام ده موجود في التوراة. إيه اللي موجود في التوراة؟ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولكن يدفع السيئة بالحسنة ولا يزال حتى يقيم الله عز وجل به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. فيفتح بإيه؟ بكلمة التوحيد، حتى يقول لا إله إلا الله فيفتح بها. يعني هذا نص رواية الإمام البخاري، فيفتح بها بكلمة التوحيد. يعني غزو القلوب لا يكون إلا بالتوحيد والإيمان. لا يمكن للإسلام في القلوب إلا بالتوحيد والإيمان. فيفتح بها أعينا عميا، يعني أنت بدون الإيمان مستحيل أن ترى الحق حقا والباطل باطلا. وآذانا صم، ينادى عليك فلا تستجيب، إنما الإيمان هو الذي يسمعك. وقلوبا غلفة، القلب الأغلف هو الذي لا يصل إليه نور الهداية، ولا يستطيع التخلص من ظلمات الغواية. هو ده القلب الأغلف، مقفول عليه، نور الهداية لا يصل إليه، وظلمات الغواية لا تخرج منه. وانت لو قلبت عينيك في كل سلوكيات الناس هتجد ان كل سلوك خلفه عقيد. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. من اين اتي القوم؟ من عدم الايمان باليوم الاخر او من ضعفه؟ الا يظن اولئك انهم مبعوثون؟ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار، من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. تبدو اللي بيعملوا كده ليه؟ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل.
السلوك ده له ايه؟ اثر عقدي. الخوارج بما استحلوا دماء المسلمين لما اعتقدوا تكفيره. المرجئة بما اسرفوا على انفسهم في المعاصي لما اخرجوا الايمان، لما اخرجوا الاعمال من الايه؟ من الايمان. الامام اللالكائي في شرح اصول اهل في شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه بيحكي في باب القدر ان رجلا اعرابيا اتى عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد ده من رؤوس فتنه القدريه. فقال له الرجل الاعرابي، قال لعمرو بن عبيد، قال له: ان ناقتي سرقت، فادعوا الله لي ان يردها علي. فرفع عمرو بن عبيد يده الى الله وقال: اللهم ان ناقه هذا الاعرابي سرقت ولم ترد سرقتها، اللهم فردها علي. في شيء بيقع في كون الله بغير ارادته، هي دي عقد. فقال الاعرابي: ايست الان من ناقته. لا انا كده خلاص عرفت ان الناقه مش راجعه. فقال له عمرو بن عبيد: ولما؟ قال: لأنها إذا سرقت ولم يرد سرقتها فلا آمن أن يريد ردها ولا ترد. إذا كانت سرقت والله لم يرد، والله على اعتقادك لم يرد سرقتها، يبقى دلوقتي حتى لو ربنا استجاب لك وأراد أن يرجع لناقتي ممكن ما ترجعش، ولا ايه؟ كلام منطقي، كلام منطقي. بس ده طبعا كلام مبني على فساد مين؟ على فساد اعتقاد عمرو بن عبيد. الامام ابن القيم في كتاب شفاء العليل اورد قصص كثيره يعني تكاد تكون الى الضحك اقرب منها الى القصص في بيان شؤم اعتقاد القدريه على انفسهم، لان الكتاب كله بيتكلم عن الايه؟ شفاء العليل بيتكلم عن القدر. فبيقول: دخل احدهم، احنا بنتكلم وبنبين اثر العقيده في السلوك، ما خرجناش بره الموضوع. فبيقول: دخل احدهم فراى امراته مع رجل فهم بها ولا زال يضربها وكانت تعرف مذهبه في القدر. فقالت له: القضاء والقدر، القضاء والقدر، يعني ان ربنا قدر عليها كده، انا ماليش حيل، انا مجبوره على كده، انا مجبوره على الموضوع ده. فقال لها: تزنين وتقولين القدر؟ ولا زال يضرب بها. فقالت له: يا عدو الله، تركت السنة وذهبت إلى مذهب ابن عباس. فالإمام ابن القيم بيقول: فسقط الصوت من يده وقال: الحمد لله، كنت سأضل لولا أنت. الكلام ده موجود في شفاء العليل. ده كله بيدل على إيه؟ على أثر العقيدة السيء في السلوك. عقيدة سيئة تنتج سلوك سيء. إنما أهل الطاعة، قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، الأساس موجود والفرع موجود، فلنحيينه حياة طيبة، يحيا في الدنيا بالطاعة ويحيا في الآخرة في جنات النعيم، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. دي حياة المؤمنين. وإحنا سمعنا دلوقتي: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. طيب، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فلا يضل أي في الدنيا، ولا يشقى أي في الآخرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله عز وجل لمن اتبع هداه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. للعلاقة الوثيقة بين العقيدة والإيمان والتوحيد والسلوك، جبت معايا كتابين من كتب الاعتقاد عشان نقرأ مع بعض كلام من كتبوا العقيدة في السلوك، لأن احنا متهمين، وفي بعض الأحيان بيكون الاتهام ده له ما يبرره، إن الناس دي جفاه وقساه وشداد وعيونهم ما بتجمعش والحكاية دي كلها، نتيجة إن في بعض السلوكيات بالفعل شديدة. ولكن الإنسان المتسنن على حق، لا، ده رقيق القلب وسريع الدمعة
وعطوف ورقيق، ده بيحيى الإسلام وللمسلمين لما يكون متسنى على حق. فنقرأ كده ونختم بكلام العلماء في كتب الاعتقاد عن الأخلاق والسلوك في كتب الاعتقاد. كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام الصابون، قال في عقيدة أهل السنة في آخره: ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام. الكلام ده في كتب الاعتقاد. وأنا قلت قبل كده كتير إن كتب الاعتقاد، كتب اعتقاد أهل السنة فيها إيه؟ موضوعين اتنين. الموضوع الأول أركان الإيمان الستة، والموضوع الثاني ما صار شعارا على أهل السنة وخالفوا فيه أهل البدع، حتى وإن كان له علاقة بالسلوك، حتى وإن كان له علاقة بالفقه، حتى زي المسح على الخفين، زي الخروج على الحكام، زي السلوك اللي هنراه دلوقتي. الأمور دي ملهاش علاقة بأركان الإيمان الستة إلا تبعا. فنقرأ، قال: ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام، وبصلة الأرحام، وإفشاء السلام، وإطعام الطعام، والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام، والاهتمام بأمور المسلمين، والتعفف في المأكل والمشرب والمنكح والملبس، والسعي في الخيرات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبدار إلى فعل الخيرات أجمع، واتقاء سوء عاقبة الطمع، ويتواصون بالحق والصبر، ويتحابون في الدين، ويتباغضون فيه، ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه، ويجانبون أهل البدع والضلالات، ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات. ده منهج أهل السنة، مش منهج تفرقة إنك ترد على إنسان بيخالف السنة. ده منهج سار عليه الصحابة والتابعون، وإحنا النهاردة عاد عندنا يعني أفكار مشوهة بعد الفوضى اللي حصلت. نخلينا في السلوك. ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه، ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه، ويجانبون أهل البدع والضلالات، ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات، ويقتدون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا اهتدوا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم، وهذا حديث ضعيف. ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين. ده كلام الإمام الصابوني في عقيدة أهل السنة. نيجي للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية. قال: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات يعني صلاة الجماعة، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وكل هذا سلوك. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويأمرون بالصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك.
وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم. هذه أخلاق من يعتقدون اعتقاد السلف، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. نسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم حسن النية وحسن القصد والسداد في القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.